المهدي تقوى، وسطية أخلاق، المهدي سلام، المهدي ضد الإرهاب. ترقبوا في الساعة الثالثة عصرا البث المباشر للمهرجان الرابع المهدي المنتظر، تقوى وسطية أخلاق، راب مهدوي حسيني إسلامي لإحياء ذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، والذي تقيمه هيئات شور أفراح آل الرسول ومشروع الشباب المسلم الواعد، وبمشاركة نخبة من ذاكري ورواديد الشور والراب المهدوي الحسيني الإسلامي من الأشبال والشباب، ذي قار السبت 14 من شعبان الخير لعام 1440 للهجرة. لمشاهدة البث المباشر للمهرجان إليكم الروابط التالية.